اهلا بحضراتكم من جديد، وهنبدا مع حضراتكم فقرتنا الاولى مع واحد من نجوم النادي الاهلي، وايضا هو رئيس اداره المواهب في النادي الاهلي، هو الكابتن محمود صالح اللي مشرفنا من اول. كابتن محمود ازي حضرتك؟ الله يخليك يا عمر. حضرتك عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله. يعني اكيد طبعا ببارك لحضرتك وببارك لجمهور النادي الاهلي، فوز مهم كيف. جدا في مباراه صعبه، في مباراه ختاميه لدوري المجموعات في بطوله دوري ابطال افريقيا. في البدايه طبعا شفت المباراه ازاي، ويعني اداء مميز ونتيجه كبيره. ما فيش شك طبعا، المباراه طبعا كانت صعبه جدا، لابد ان احنا نفوز عشان نقدر نوصل لدور الثمانيه. الخصم برضو خصم قوي الحقيقه، ويمكن هو يمكن بدل هو اول مره يشترك في فريق الثوره، اول مره يشترك في بطوله افريقيا الحقيقه، انه قدم نتائج كويسه، وخصوصا مع اخر مباراتين كسب سيمبا وكسب فيتا كلاب، وكان متصدر المجموعه لحد اخر دقيقه من المباراه النهارده. انا عايز اقول لحضرتك يا كابتن، يعني هزود على كلام حضرتك، ان فريق شبيبه الثوره هو وصيف الدوري الجزائري الموسم الماضي بفارق 3 نقاط فقط على النادي الرياضي القسنطيني، وبالتالي فرق من الفرق او فريق من الفرق القويه جدا في الجزائر، تفوق على عدد من الانديه، وزي ما حضرتك قلت هو نادي جديد في البطوله لكنه ادى موسم رائع جدا في الدوري الجزائري. بالظبط. مفيش شك، هو يعني التخطيط اللي هم المسؤولين عن النادي الحقيقه اكيد مفيش نجحوا ان هم يوصلوا للتنافس زي ما قلت لحضرتك، ان هو كان مفصل في الدوري، وان هو يوصل لدور او يعني مرحله ما قبل الربع النهائي، وان يكون متصدر الدوري في انديه كبيره وانديه لها اسم كبير الحقيقه وخبرات كبيره على مستوى البطوله الافريقيه. وزي ما قلت هو الدقيقه 89 يعني تسيمبا جاب هدف الفوز في الدقيقه 89، في التعادل كان هو في المواجهات هيبقى افضل من فيتا كلاب، وكان هيكون مؤهل لدور الثمانيه. انما احنا طبعا انا بحييه الاول طبعا ما فيش شك، وبقول له هارد لك، وفي نفس الوقت طبعا اكيد بنهني انفسنا ونهني مجلس الاداره وجماهير النادي الاهلي واللاعبين والاجهزه الفنيه كل النادي الاهلي الحقيقه، المستوى هايل الحقيقه النهارده. النتيجه طبعا ما فيش شك نتيجه كويسه جدا، المستوى هايل، واداء يعني انا شايف يدينا ثقه في الفرق في الفريق، ان احنا يعني مش عايز اقول نعود بقوه، انما يعني يمكن الفتره اللي فاتت كان على مستوى الدوري بنكسب، ومباريات حققنا يعني الفوز في مباريات كتيره يعني في على مستوى الدوري المحلي، انما ممكن يكون الاداء احنا مش مقتنعين بيه، او ده مش اداء النادي الاهلي، انما في شك الاداء مختلف تماما. يعني اتمنى تكون دي بدايه جديده للنادي الاهلي، وترجع بقى شخصيه النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي وهيبه النادي الاهلي وتصميم لعيبه النادي الاهلي على احراز البطولات والتنافس داخل الملعب والتنافس في التدريب ما بين اللعيبه وبعضها عشان نوصل لافضل تشكيل، ويبقى في وفره من اللعيبه الجاهزه. هي دي يعني السمات اللي هي المفروض تكون موجوده في دايما الفريق اللي هو بينافس على كل البطولات. وان شاء الله في تفاؤل الحقيقه الفتره الجايه، انا يعني الدوري داخلين في التنافس، وان شاء الله نتمنى مواصله النجاح في البطوله الافريقيه، ونستعيد اخر بطوله حصلنا عليها من بطوله افريقيا 2013، ان شاء الله يكون عندنا نصيب السنه دي باذن الله. كابتن محمود، يمكن حضرتك واحد شاركت مع النادي الاهلي في بطولات وفي انجازات عديده، وكمان حضرتك كنت موجود في الوقت اللي كان الجمهور موجود فيه، لكن الوضع اختلف. جمهور الاهلي في الفتره الحاليه يعني تشجيع من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، اناشيد بيشد أزر اللعيبة، يعني فعلا هو عنصر إيجابي جدا 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 في تطور أداء اللعيبة. إزاي حضرتك شفت الجمهور النهاردة وشفت روحه، وإزاي إن هو بيقود النادي الأهلي للفوز، وإنه دايما موجود في ظهر النادي الأهلي في أي موقف بيكون النادي الأهلي محتاجه؟ مفيش شك يعني دور الأهلي، دور الجماهير النادي الأهلي على مستوى تاريخه الحقيقة مفيش شك كان دور كبير الحقيقة، ودور مؤثر كبير على أداء اللاعبين وإحراز البطولات. النادي تقريبا يعني النهارده كان 15000 بس النسبه اللي هي الناس كلها كانت نفسها تروح يا كابتن. كان نفسهم في 100000، لكن التذاكر في ثواني في دقائق يعني معدوده. صح. كان نفذت الحقيقه، الناس عندها اشتياق، في ناس يعني هي بتحب تروح الملعب، يعني ما بتجدش متعه انها تتفرج من خلال شاشه التلفزيون، وبتحب تروح الملعب. كان يا كابتن الملعب في برج العرب، يعني مسافه بعيده وسفر 3 ساعات، يعني هيمشي قبل ما يروح بساعتين ثلاثة، وهيروح وبعد كده هيلاقي صعوبة في مواصلات لحد ما يوصل بيته، يعني والعودة كمان كبيرة جدا. طبعًا. أنا بقول لحضرتك تضحية كبيرة جدا. طبعا طبعا مفيش شك الحقيقة، وزي ما كنا بنتكلم برضه في خلال
يعني سياق حديثنا ان في دقائق معدوده انا كنت متابع في النادي الاهلي وكان في اصدقاء عايزين وفعلا نفذت التذاكر في دقائق. يعني نتمنى الجمهور يكون على هذا السلوك وهذا يعني يشجع بروح رياضيه طيبه والسلوك يكون في التزام الحقيقه عشان ما فيش شك الجمهور هيعيد نفسه للمدرجات وان شاء الله الفتره الجايه هي يعني مع ان شاء الله ما قبل البطوله الافريقيه ان شاء الله ترجع الظروف نتمنى انها تكون ترجع بشكل طبيعي يرجع جمهور النادي الاهلي من الاستاد الاستاد وما فيش شك ده لصالح النادي وصالح اللاعبين وده اكبر يعني معاون او اكتر حاجه بتدي دفع للاعبين لاحراز الفوز وبالتالي الانتصارات. شايف حضرتك اداء مستر مارتن لاسارتي كمدير فني للنادي الاهلي ازاي حضرتك تقدر تقيمه؟ هو في شك هو جه في ظروف صعبه جدا في النتائج والاداء ما كانش في استقرار في الفريق في عناصر طبعا جديده ما كان يعني انضمت للفريق ما فيش شك هي بتمثل اضافه انما حضرتك عارف عمر برضو دخول اللاعبين جدد على فريق يعني ممكن تكون تاخد بعض الوقت حتى التعارف بشكل اللعيبه يعني يبقى فيه مش عايز اقول انسجام على فكره مش في الملعب بس حتى خارج الملعب يعني الحواجز دي تتشال ممكن تكون بتاخد وقت شويه يعني انا شايف برضو ان شاء الله المباراه النهارده هي البدايه الحقيقه زي ما قلنا عوده الروح اللي هي تكسب البطولات الحقيقه وعوده شخصيه اللاعبين وهيبه النادي الاهلي زي ما قلنا اعتقد دي ان شاء الله المباراه دي هتكون البدايه وانا يعني اعتقد كل الناس بتشاركني في هذا بتتفق معايا ان يعني الفتره الجايه ان شاء الله هتكون احسن وفعلا دي هتمثل بدايه كبيره للنادي الاهلي وبتدينا امل كبير مش التنافس بس ان شاء الله الحصول على البطولات وعندنا امل كبير في بطوله الدوري وان شاء الله برضو عندنا امل كبير ان شاء الله في عوده بطوله افريقيا بقى لها دلوقتي 6 سنوات تقريبا بعيده عنا وان شاء الله يعني تكون من نصيبنا باذن الله. حضرتك كابتن محمود حضرتك طبعا يعني راجل فني كبير وهتفهم النقطه اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها الاصرار من المدير الفني على انه يكسب مش بس بنتيجه لا ده كمان يكسب باداء يعني شفنا جمل تكتيكيه وملعب المباراه لا يساعد على كده بسبب ضغط المباريات وبسبب طبعا كثره اللقاءات وزي ما بنقول بلغه الكره الرجل فيه كتير. فهل حضرتك شايف ان دي نقطه ايجابيه تتحسب لمستر لاسارتي ان هو مصر على اسلوب لعبه ومصمم على الجمل التكتيكيه اللي اللعيبه بتنفذها في التمرين ينفذوها حتى لو ارضيه الملعب مش مساعده على كده؟ هو طبعا في شك اداء النادي الاهلي والنتائج في تصاعد ودي حاجه كويسه يعني تجعلنا عندنا ثقه كبيره في الفريق وفي اللاعبين الحقيقه الفتره اللي جايه ان شاء الله هتكون كلها خير باذن الله. زي ما قلنا الانسجام والترابط والتفاهم بين اللاعبين اعتقد بقى بشكل كويس يمكن كان في برضه نقد بيوجه لبعض اللاعبين الجدد يعني انا شايف حسين الشحات على سبيل المثال يعني ناخده كمثال لا انا شايف هيبقى ان شاء الله في انطلاقه في مستوى الفتره الجايه يعني رأي حضرتك في الفتره اللي لعب فيها النهارده لا كويسه هايله وقدر يسجل الجول بشكل كويس كان واثق من نفسه ومهاره ومهاره حط يعني احرز الهدف يعني هو لعيب كويس وكل احيانا بتشعر يمكن في عوامل بتاثر على مستوى اللاعب انما هو لا هو مستواه كويس وما فيش شك يعني قدم فتره كويسه مع نادي العين الحقيقه وقدروا يوصلوا للفاينل بطوله كاس العالم للانديه وادى بشكل كويس وكان فرض نفسه بشكل اساسي الانديه الكبيره في الامارات الحقيقه متاح ليها انها بالنسبه للاحتراف انها امكانياتها الماديه تقدر تجيب افضل لعيبه في العالم الحقيقه انه قدر يفرض نفسه الحقيقه والفتره اللي كان النادي الاهلي يعني بيسعى لضمه اليه يعني هو ابدى ترحيب كويس ويمكن هو يعني ضحى بحاجات ماديه انما هو والكلام ده هو ذكره شخصيا ان هو بيحب النادي الاهلي وعايز يرجع يلعب في مصر ودي كانت امنيته من زمان ودي حاجه بنحترمها فيه الحقيقه برغم ان هو خسر ماديا انما انا بقول له انت ما خسرتش انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا ومن اكبر انديه العالم حصولا على البطولات وده يعني انتباه للنادي الاهلي حاجه تشرف اي لاعب الحقيقه وان شاء الله انا بدي كمثال يعني طبعا ورمضان صبحي الحقيقه النهارده ارض بشكل كويس ويرجع المستوى الحقيقي ونتمنى يرجع منتخب مصر ويقيم له دور ان شاء الله برضو في البطوله الافريقيه هتقام هنا في مصر. انا شايف كل العناصر الجديده ابتدت يعني تظهر المستوى الحقيقي ليها وما فيش شك زي ما قلنا برضو المهم جدا عمر طبعا انت عارف كده التنافس داخل التدريب نفسه يعني اللعيبه اللي بتلعب في مراكز واحده طبعا بيبقى في تنافس بينهم تنافس شريف طبعا تنافس شريف بينهم وبين الزملاء الحقيقه
دي برضو ما فيش شك بتأثر على مستوى اللاعبين. لازم يكون موجود تنافس داخل الفريق، دي بتأثر طبعا. وعنده عند المدرب المسؤول والجهاز الفني الحقيقه فرصه كويسه، ان عناصر كتير مستواها عالي ويقدر يحط التشكيل المناسب، يقدر يغير في التشكيل، يقدر يغير في طريقه اللعب اذا اضطر طبعا من خلال سير المباراه، ان يبقى بيحتاج لبدلاء تشارك نتيجه اجهاد، اصابه، انخفاض في المستوى، يبقى عنده بدلاء بشكل كويس وبشكل جيد. انا اعتقد ان شاء الله الفتره الجايه دي النادي الاهلي هيستعيد فعلا المستوى، وان شاء الله عندنا فرصه كبيره مش التنافس، لاحراز بطوله الدوري العام ان شاء الله وبطوله افريقيا ان شاء الله. حضرتك طبعا رئيس اداره المواهب في النادي الاهلي، واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في واحد من اهم المواهب اللي موجوده في تاريخ مصر وهو رمضان صبحي. رمضان صبحي واحد من ابناء النادي الاهلي اللي اتولد كبير، اتولد في الفريق الاول وهو صغير جدا، بسم الله ما شاء الله ادى بشكل رائع جدا في البدايه، وبعد كده خرج للدوري الانجليزي وبيعود من جديد علشان يعني يشارك مع النادي الاهلي في احراز البطولات، ويعني يلعب في الفتره اللي جايه علشان يشارك مع منتخب مصر في بطوله افريقيا، سواء هو كمل مع النادي الاهلي او سواء رجع تاني انجلترا، ده اكيد كلنا هنكون نتمنى له التوفيق. لكن كابتن محمود، ازاي ممكن يعني نصنع اكتر من لاعب زي رمضان صبحي للفريق الاول النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه؟ هو يعني مهم الانتقاء او اختيار اللاعبين او انتقاء اللاعبين، وكل ما كان الانتقاء دوت في سن مبكره اكيد بيبقى شكل افضل، يبقى عنده العمر التدريبي في النادي الاهلي، يبقى اللعيب عنده فرصه كويسه جدا ان هو لو انضم مثلا في النادي الاهلي في سن مثلا 10 سنوات فرصته افضل ما ينضم في 15 طبعا، افضل ما ينضم في 18 سنه الحقيقه. تمام، مفيش شك الاجواء في النادي الاهلي ومستوى المدربين والاهتمام اكيد هيبقى افضل، يعني حتى لو على مستوى مصر يمكن الظروف بتبقى مهيئه لتالق اللاعب او الارتفاع بمستواه موجود في النادي الاهلي يمكن افضل، يعني نقول النادي نمره واحد الوضع طبيعي. فدي نقطه تبقى مهمه، بس برضه هي محتاجه تركيز وتركيز معين وشكل معين، خصوصا العناصر اللي هي اكثر موهبه، يعني لازم يكون فيها الاهتمام بيها مش في التدريب بس، حتى في الجانب العلمي في الجانب الاجتماعي. صح، كنت لسه اقول لحضرتك شخصيه اللاعب يا كابتن بتفرق؟ طبعا حتى هو صغير بتبان عليه ان هو لاعب شخصيه ويقدر ان هو يكون قيادي ويقدر ان هو يلعب تحت ضغط والحاجات دي، ولا كابتن بتبان ان هو صغير ولا بتبان؟ طبعا مفيش شك، بس انت دورك بقى كنادي وكمدربين مسؤولين عن اللاعب الحقيقه انك تطور بقى شخصيته، عنده مشاكل في نواحي نفسيه، نواحي ذهنيه، ما عندوش تركيز. صح، في اللعب يعني في نقاط كتير هو يقدر يعالجها له، وزي ما قلنا كل ما اخذ فتره كبيره قبل صعوده للدرجه الاولى مفيش شك دي هتكون في صالحه، وزي ما قلنا برضو الاهتمام بالعناصر المميزه طبيعي يكون اهتمام بيها اكتر، زي ما قلنا من ناحيه الدراسه، الناحيه الاجتماعيه، انت النهارده اللعيبه اللي بتخرج بتجي لها فرصه احتراف خارجي، يعني الناحيه الثقافيه ما فيش شك بشكل عام مهمه بالنسبه له، اتقانه للغه دي مهمه جدا بالنسبه له. الوضع على كابتن اتغير كتير عن زمان، يعني الوضع على كابتن حضرتك تتكلم في ثقافه، في لغه، في شخصيه، في علم. الوضع كان زمان لعيبه الكوره كانت ممكن تهتم بالجانب الرياضي على حساب الناحيه العلميه تماما وكده، وده كان ليه تاثير سلبي على اللاعب جوه الملعب، مش بيعرف يتعامل مع حكم، مش بيعرف ان هو يتكلم مع اللعيبه اللي معاه، مش بيكون في تواصل ما بينه وبين المدير الفني، ممكن كمان اسلوبه يكون اسلوب غير لائق مع مدربه الاكبر منه سنا، وبالتالي يا كابتن الوضع اختلف تماما. تمام، ومش بس مع الجهاز الفني طبعا المدرب، لا وبرده سلوكه مع الجماهير، سلوكه مع وسائل الاعلام. صح، لازم يكون برده يعني علاقه طيبه بينه وبين الاعلام وبينه وبين الجماهير وبينه وبين الاجهزه الفنيه الموجوده في النادي والاداريين وزمايله واللاعبين. احنا في تجارب كانت ممكن تنجح هي على المستوى الفني كانت ممكن تستمر بره يعني بدون ذكر اسماء يعني، انما اعتقد العائق اللي كان ما خلاهاش تكمل وتستمر تالقها في الاحتراف الخارجي، اعتقد مستوى الثقافه مستوى اللغه الحقيقه مهم جدا. احنا يعني شايفين برضو محمد صلاح بيمثل نموذج الحقيقه في علاقاته بالجماهير وعلاقاته بوسائل الاعلام، اللغه اتحسنت كتير عنده في المؤتمرات في تعليمات بينه وبين زمايله وبينه وبين الجمهور، دي نقطه مهمه جدا، واتمنى ان يكون ده موجود في النادي الاهلي موضوع اللغه ده بالذات، يعني يبقى فيه اهتمام خصوصا على الاقل نبدا مش هنقدر نبدا بكل اللاعبين، يعني احنا عندنا 400 500 لاعب مثلا في قطاع الناشئين بالعناصر المميزه اللي هي مبشره انها تقدر تلعب في الفريق الاول، تقدر يجي لها فرصه احتراف خارجي، يبقى في اهتمام بيها يعني، حتى دي هتوجد يعني توجد نوع من عارف انا مش عايز اقول غيره، انما يعني
غيره محببه يعني، غيره ليها تاثير ايجابي على اللعيبه. انا لو لاعب وزميلي حاسس ان هو موضع اهتمام لانه مميز هحاول ابقى زيه، هحاول ابقى موضع اهتمام سواء في الدراسه او في التعامل او اي 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 حاجه يعني. اللي شايف النادي بيميز اللعيب وده طبيعي، اللعيب المميز صاحب الموهبه العاليه واللي هو ملتزم من الناحيه السلوكيه والاخلاقيه اكيد بيبقى ليه مكانه كويسه وموضع اهتمام، ليه ما بقاش زيه؟ انا لو ناقص حاجه، ناقصني حاجه في كمستوى فني اقدر اشتغل واتمرن، ناقص لي حاجه في السلوك اعدل من سلوكي وعلاقاتي بالناس كلها، يعني ناقصه حتى الاهتمام ده هياثر على المجموعه بشكل ايجابي. يعني ممكن واحد يقول لك انت هتهتم بمجموعه ومجموعه ثانيه ممكن دي تعمل نوع من التاثير النفسي ويبتدي يقول لك لا مش مهتم، بالعكس ده بيزود الاهتمام. اللاعب اللي شخصيته كويسه وعنده ثقه في نفسه هتاثر عليه بشكل ايجابي. نتمنى في حاجات كتير جدا تقدر تاثر على اللعيبه الحقيقه، مش الاهتمام بالنواحي الفنيه بس، يعني في تكامل في الاعداد اللاعب. اللعيبه المحترفه اللي موجوده في مصر اكيد طبعا بيقدموا شكل رائع جدا، لكن هتكلم على المحترفين اللي موجودين جوه النادي الاهلي. علي معلول واجاي، وراي حضرتك في مستواهم؟ علي معلول من مباراه لمباراه بيمتعنا. طبعا في باك ليفت يعني بيعمل كل حاجه في الكوره، باك ليفت بمميزات بلاي ميكر، يعني وان تو هات، كور عرضيه، اهداف، بيصنع اهداف، كرات ثابته، في كل المميزات اللي ممكن نشوفها في باك ليفت او باك رايت. كمان جونيور اجاي واحد من اللعيبه اللي عندها، احنا دايما كابتن متعودين على ان راس الحربه يكون بنيان قوي فقط سريع محطه، لكن جونيور اجاي محطه وسريع وقوي ومهاري وبيلعب بدماغه وبيلعب برجليه. عايز يعني عايز اعرف رايك في الاثنين لعيبه دول تحديدا، هداف وصانع لعب. هو في نقطه مهمه جدا يعني مهم المدربين يهتموا بيه عند اللاعب، اللي هي القدرات العقليه، يعني مستوى التفكير عند اللاعب عشان ياخد قرار صح في الملعب لازم يبقى مهتم بالحته دي. يعني ممكن من خلال الجانب النظري في محاضرات نظريه، ممكن عندك انت بقى عن طريق الفيديو والحاجات دي والافلام المسجله طبعًا. تقدر تشوف يخلق يشوف يعني يشرح له المواقف اللعب المختلفه دي، ما فيش شك هتدي له خبرات كويسه من الناحيه الذهنيه عشان القرار يكون سليم وتوقيته سليم. ودي انا يعني يمكن انا ذكرت النقطه دي بالذات لان دي اهم ما يميز الحقيقه سواء علي معلول او اجاي. تفكيره معالي في الملعب، بياخد قرارات سليمه، توقيتها كويس، الحقيقه مهم جدا. في ممكن تلاقي لاعب على المستوى الفني عالي انما ممكن قراراته من ناحيه التاخر في القرار، القرار المناسب حسب موقف اللاعب، لا هم اذكياء جدا يعني الحقيقه. انا يعني دايما اجاي بالذات كمان يعني بيديك، انا مستني منه دايما القرار السليم، التمرير الصح، التصرف الصح، الذكاء اللي في الملعب. الحقيقه دول ده عامل يعني مهم جدا، ليه دور كبير حقيقه في ارتفاع مستواهم الفني مع النادي الاهلي. ودي انا شايف هم برضو يعني اتكلمنا على مستوى الفريق ككل شايفين في تصاعد، وبرضه على المستوى الفردي مفيش شك برضه أجاي من العناصر يمكن الفتره دي في تصاعد، ومباراه عن مباراه الحقيقه مع مرور الوقت مستواه بيزيد، وعلي معلول كذلك، والفرقه كلها الحقيقه يعني. حتى زي ما قلنا حسين الشحات اللي هو يمكن لعب فتره بسيطه جدا يعني، بس كابتن ادى فيها يعني كل ما هو مطلوب منه. طمنك على مستواه بالظبط، وفي نفس الوقت يا كابتن هي ان احنا كجمهور اهلي طمنا على حسين الشحات نفسه، ان هو ثقته بنفسه موجوده، ان هو لاعب واثق في نفسه، ان هو لاعب عنده اصرار وعزيمه، ده اهم عندنا من الهدف اللي احرزه. طبعا وكلهم متفقين على مستواه يعني. يمكن ذكرنا النقاط اللي ممكن كانت تاثر على مستواه، دخوله على فريق جديد يعني الحقيقه الاجواء بتختلف، والشخصيات وطريقه اللعب وطريقه التدريب، انت موجود في بيئه معينه ما فيش شك، ما تيجي تتغير البيئه ديت اكيد ممكن مستواك يتاثر شويه. ما بتيجي بقى التعود على البيئه اللي حواليك الحقيقه، واللاعبين سواء لاعبين ومدربين، ما فيش شك مع مرور الوقت بيظهر مستواك الحقيقي. وان شاء الله زي ما قلنا دي نقطه انطلاق، مش مثلا رمضان صبحي بس او حسين الشحات، انا شايف المجموعه كلها كويسه، كل المدافعين كويسين، خط الوسط النواحي التكتيكيه الحقيقه لو بصيت عليها برضو يعني انا شايف يعني لا النهارده انا مبسوط جدا، والناس كلها مبسوطه الحقيقه بالاداء بصرف النظر عن النتيجه الكبيره وصعودنا لدور الثمانيه. ما فيش شك زي ما قلنا انها بتدي يعني امل
وتفاؤل الحقيقه ان الفترات الجايه ان شاء الله هتكون احسن ان شاء الله. السؤال صعب يا كابتن محمود. القرعه يوم الاربعاء اللي جاي، قرعه الدور الثمانيه يوم الاربعاء اللي جاي، الاهلي يواجه احد الثلاث انديه، سان داونز الجنوب افريقي او حريه كوناكري الغيني او النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري او سيمبا. ممكن القرعه مفتوحه؟ لا القرعه مفتوحه؟ لا هم الثلاث انديه. يعني مش، لا ما ينفعش يعني حضرتك، ما ينفعش الاهلي يلاعب او يلاقي النادي اللي موجود معاه في نفس المجموعه، وبالتالي الثلاث انديه اللي هم تواني المجموعات الاخرى، السان داونز الجنوب افريقي او حريه كوناكري او النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري، هم دول الثلاث انديه الاهلي ممكن يلاعب اي حد منهم. توقع حضرتك ايه بقى؟ حضرتك شايف يعني انا عايز اعرف تمنيات حضرتك، الاهلي يواجه مين من الثلاث انديه، او شايفه ان الاهلي بالنسبه له ممكن يكون يعني خصم يقدر يتخطاه للدور قبل النهائي ومن بعدين للدور النهائي، ولا البطوله دي ما فيش فيها قوي او ضعيف، كل الانديه قويه؟ ماشي، بس في لازم هتلاقي في نسبه برضو في التفاوت في المستوى. بص يا كابتن، حريه كوناكري الاهلي لعبها قبل كده في دور الثمانيه الموسم البطوله الاخيره وكسب الاهلي على ملعبه 4-0 و0-0 هناك، وكان 0-0 على ملعب حريه. طبعا سان داونز واحد الانديه الاهلي عندها خبرات طويله جدا، واحد على البطوله بطوله افريقيا. طبعا الرياضي، النادي الرياضي القسطنطيني كان في مجموعه نادي الاسماعيلي وهو بطل الجزائر الموسم الماضي، واحد من الانديه اكيد القويه الجزائريه. لكن يعني اثنين انديه افريقيه، واحد نادي شمال افريقي. انا شايف الحريه الغيني يمكن اقلهم مستوى. بالظبط. يعني كابتن، حريه كوناكري بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الحاليه ممكن ان احنا نتمنى ان شاء الله القرعه تقع قدام، لكن طبعا ما فيش مشكله لو قدام سان داونز او نادي الرياض، النادي الاهلي قوي وباسمه وبتاريخه. بالظبط، مفيش شك. يمكن يعني ابقى اوريك هيبه النادي الاهلي الحقيقه واسم النادي الاهلي الكبير، يعني يمكن جت في ذهني دلوقتي سنه 84 كنا بنلعب فاينل مع كانون ياوندي كاميروني في 84، وكنا كسبنا هنا 1-0، وفي مباراه العوده جابوا جول مهمه وبقت النتيجه 1-1. هي اخر ربع ساعه تلت ساعه هم اللي تراجعوا وبقوا ينقلوا الكوره على اساس هم يعني وصلوا كده لاحسن انجاز ممكن يعملوه للنادي الاهلي. بالظبط، ان هم يلعبوا ضربات جزاء الحقيقه. بالعكس، هو كانت يعني احنا كان موقفهم ده بالنسبه لنا كان في صالحنا يعني. طبعا طبعا انت بتلعب في ملعبك وسط جماهيرك، ووصلت انك تبقى في نتيجه المباراتين التعادل 1-1، بالعكس انت عندك امل في ثلث ساعه تقدر تجيب جون تاني. هم تراجعوا واحنا يعني شايفين ده كان في صالحنا الحقيقه، والحقيقه كسبنا البطوله بضربات الجزاء، برغم ان الفريق كانون يوندي ده كان، لو تتذكر انت صغير، انت كنت يمكن لا بس مش ما فيش تذكر يا كابتن. 89 ها؟ انا كان عندي سنه 89 89 انا 88 كان عندي سنه. لا اقل من، لا انا كنت لسه، لا المباراه دي كانت 84 84 لا يا كابتن، انا 88 كان عندي، كان عندي يعني كنت لسه 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 بس يا كابتن مش بالسن يا كابتن يعني. لا يعني اقصد الجمهور القديم يعني. الجمهور القديم بس انا كابتن جديد. عن طريق الحكايات يعني. طب معلش لخبطت. الفرقه دي كان فيهم 6-7 بيلعبوا في كاس العالم وما خسروش على فكره. اعتقد كان في نيجيريا وايطاليا، لا كان في ايطاليا والارجنتين وفي فرقه ثالثه مش مذكره، وما خسروش ولا ماتش تعادل 3 مباريات. يعني بوريك مدى قوه الفرقه يعني، ورغم ذلك بوريك هيبه النادي الاهلي يعني. هما كده كابتن بيفكروا. بالظبط، هو كل ثلاث فرق بيفكروا ان احنا يا رب نبعد عن النادي الاهلي. بالزبط. يا رب ما نقابلوش. بالظبط، ده اهم حاجه بالنسبه لهم، وده اللي انا طبيعي يعني. عندك اقوى فريق في افريقيا، وبالتالي بدل يعني ما احنا بنفكر وبنقول نلاعب مين، اكيد هم الثلاث انديه بيقولوا يا رب نبعد عن النادي الاهلي، او طبعًا ما نقابلش النادي الاهلي عشان ما نخرجش بدري من البطوله. حتى على المستوى اللي هي اوائل المجموعات يعني، لو في قرعه الترجي الوداد طبعا يعني برضو عن يعني هم حاسين احيانا احنا لا احنا لازم نحس يعني باسم النادي الاهلي وتاريخه. مفيش فاكر يا كابتن المباراه دي يا كابتن محمود؟ دي مباراه الاهلي وكانون ياوندي اللي حضرتك طلبتها جبناها لحضرتك على طول 84. ده يا كابتن في الكاميرون، وواضح ان الجمهور، بص يا كابتن الجمهور كان مالي الملعب. وده يعني تالق طبعا يعني من دفاع النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي. المباراه دي يا كابتن انتهت ضربات جزاء يا كابتن محمود. ضربات جزاء البطوله كانت صعبه جدا يعني. كواليس يا كابتن كانت عامله ازاي؟ ايه الصعاب اللي كانت بتقابلكم في افريقيا مش موجوده دلوقتي؟ التحكيم اصعب حاجه. تحكيم الملاعب ما كانتش جيده، والتحكيم كان الجمهور بيجي يا كابتن تحت الفندق كده ويهيص ويعمل زيطه مش بيخليكم تناموا؟ والتحكيم كمان ما كانش فيه يعني الاهتمام باذاعه المباريات على الهواء،
النهارده المباراه بتتذاع في تقريبا يعني في كل حته، في كل حته، فمفيش حكم، الحكم اللي هيغلط هيتشاف. بالظبط. السفريات كمان كان تنقل كانت مشكله كبيره. النهارده ممكن عادي تاجر طياره خاصه وتسافر بيها سواء على الانديه او على المنتخب، بقى السفر سهل بالطيارات الخاصه. صح. كل دي كانت صعوبات بنواجهها يعني. طيب كابتن محمود، الراحه الطويله اللي هتكون ما بين مباراه اليوم ومباراه نادي الزمالك اللي ان شاء الله هتكون يوم 30 مارس في بطوله الدوري العام، هل حضرتك شايف ان الراحه الطويله دي هتبقى سلبيه ولا ايجابيه؟ وازاي مستر مارتن لساتي هيستغل الراحه في صالح لعيبه النادي الاهلي اللي مش موجودين مع المنتخب؟ وازاي كمان لعيبه المنتخب اللي هترجع يقدر ان هو يعمل تنسيق ما بين اللعيبه اللي موجوده واللعيبه اللي كانت في المنتخب؟ الاجازه 3 ايام بس. انا بتكلم على الفتره من اخر مباراه يوم 16 النهارده لحد يوم 30. يعني الفرقه تاخد 3 ايام اجازه. ايام راحه. لا كويسه جدا طبعا، مفيش شك اللعيبه مجهود كبير على المستوى البدني، مجهود كبير وضغوط نفسيه وعصبيه. اللعيبه محتاجه تبقى ريلاكس، يبعد عن جو التمرين، يبعد عن اجواء الماتشات، يبعد عن النادي، يبعد عن زملاته. مهم يروح مكان جديد او يقدر يروح يبقى ريلاكس خالص. دي نقطه مفيش شك، دي نقطه مهمه جدا جدا، واعتقد قرار سليم. هيبقى النهارده لو 16 يبقى يرجعوا مثلا يوم 19 يوم 20، عندنا فتره كويسه نقدر 10 ايام او 9 ايام نستعد للقاء الزمالك الهام جدا الحقيقه. لعيبه المنتخب اعتقد مش هيكون ليهم نفس التدريب يعني. طبعا أكيد. هي بص، لو في اختلاف في التدريبات ممكن دول ياخدوا يعني ال 10 ايام، يعني ما اعرفش الفتره هتبقى قريبه. اخر المباراه النيجيريا ودي يوم 26 تمام، في النيجر نيجر قبليها اخر اللي هي تحصيل حصل دي نهايه المجموعه. اللي هي في نايجر ونيجيريا دول لقاءين اللي واحده لا 23 و26 بالظبط كده. هو الوقت هيبقى ضيق جدا يعني. اعتقد هيدخلوا مع الفريق، مفيش وقت، كلها 3 ايام على مباراه الزمالك يعني مفيش وقت يعني. بس مهم جدا المجموعه اللي هنا تاخد زي ما قلت الراحه السلبيه اللي هنا. لعيبه المنتخب الاجواء هتتغير برضو بالنسبه للعيب. في ماتشات، في تدريبات، بس الاجواء مختلفه شويه. اعتقد هيبعدوا بشكل يعني ما بقاش نفس الضغوط بتاعت النادي ونفس الملعب ونفس الزملاء. لا اعتقد حتى لعيبه المنتخب هتشوف اختلاف وتغيير بالظبط، تغيير بشكل تغيير عام. الدوري يا كابتن شايف الدوري والمنافسه يعني. طبعا يا كابتن، طبعا بطوله الدوري والمنافسه، شايف المنافسه علاقه بالذات يا كابتن الموسم الحالي؟ الاهلي قادر ان شاء الله على المكسب والفوز ببطوله الدوري؟ والله متفائل الحقيقه، مش عشان انتماءات يعني، بس انا متفائل. وبعدين حتى لو انتماء يا كابتن من حقنا على لا ما اقصدش، ممكن اكون بتكلم كمحايد طبعا يعني. بحكم على الموقف كمحايد، مش يعني تمام. مش انت على اساس انتمائنا للنادي الاهلي لا، انا يعني انا شايف فرصه اكبر لينا ان شاء الله. خد بالك رجوع عوده الناس المصابه الحقيقه الفتره الجايه دي هتبقى مفيش شك هتبقى مهمه جدا. تولي مباريات، ضغط المباريات دي هيبقى فيها حلول كتيره. عندك لعيبه كتير مستويات متقاربه، تقدر تغير تعمل تبادل اللاعبين او الروتيشن دوت بكل سهوله. وانت ثقتك هتكون افضل، بالعكس معنوياتك هتكون افضل، انت مستواك بتحسن، بتقرب من البطل. احنا فرق نقطه والزمالك نقصه مباراه، عندنا 6 نقاط بيننا وبينهم. لا ان شاء الله انا متفائل ان شاء الله، وهيكون لنا حظوظ ان شاء الله ان شاء الله. لا يبقى الا توفيق ربنا ان شاء الله في الحصول على البطوله. طيب هنروح يا كابتن لتقرير علشان نشوف توقع في توقعات بطوله الدوري والشكل العام وراي جمهور في بطوله الدوري العام، ونرجع نكمل مع حضرتك. لا مش هيلحق يخلص قبل شهر 6. هو مش موضوع نتوقع، احنا نتمنى ان هو يخلص عشان اللعيبه تبقى جاهزه حتى للتمرين مع المنتخب، وتقدر ان هي تعلى معاه ويندمجوا مع بعض وينصهروا ويدوا نتيجه في الاخر ايجابيه للمنتخب يوصلوا بيها الحل ان احنا ممكن نوصل لنهائي وناخدها تاني. ايه المشكله يعني؟ ان شاء الله احنا عايزينه ينتهي بامر الله كده على خير، واحنا عشمانين في مصر وعشمانين في الرجاله بتاعتنا والاهلي حديد ان شاء الله يعني. لا مش هيلحق، هينتهي في سبتمبر كمان مش اغسطس. مستحيل جدا 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 جدا، وهم اللي بيعملوا ده، هم يعني لو عملوا ده السيره اللي انت بتقول عليها دي الدوري في فشل اتحاد كوره، فشل كل حاجه. اول حاجه مش عشان خاطر الزمالك، انا زملكاوي، مش عشان خاطر الزمالك الدوري اول الدوري وتحتيه دلوقتي الاهلي. دلوقتي لو الزمالك مستمر زي ما هو مستمر زي ما هو كده، عمره ما يستحيل الدوري يخلص زي ما هما بيقولوا. لا
قبل شهر 6 الدور ينتهي؟ لا صعب. ممكن ينتهي وممكن لا، بس هو لو ضغط الماتشات ممكن، لو ضغط الماتشات، بس في ماتشات مثلا الاهلي زي ابطال افريقيا فمش هينتهي عمره يعني بالنسبه للاهلي، عشان في الكاس برضه فهيأجل الكاس وهيأجل الدوري اكيد يعني. ظل التخبط اللي احنا شايفينه ده، قرارات كل شويه تطلع وماتشات تتأجل، و يعني في لغط كبير جدا، فيعني انا شايف ان موضوع الدوري لا ممكن يطول يعني استحاله ان هو ينتهي قبل بطوله الامم الافريقيه. صعب طبعا، ان شاء الله الدوري الاهلي ان شاء الله في الجزيره، ان شاء الله الدوري تبقى صعبه يكمل وبعد الامم الافريقيه. والله هيبقى صعب لان الاهلي دلوقتي مشترك في البطوله الافريقيه، والزمالك برضه في البطوله الافريقيه، والاسماعيلي، فهيبقى ضغط مباريات على اللعيبه، فبالتالي هياثر على المنتخب، فبتهيالي لو استمر لو استنت بعد البطوله الافريقيه يبقى احسن. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محمود، كان في اكثر من تصريح سابق لسياده العميد ساره السلم المديره التنفيذي لاتحاد الكره، وقال ان احنا في بنحاول ان الدوري يخلص قبل شهر يونيو، وبالتالي قبل ما بطوله افريقيا تبدا. هل حضرتك شايف ان ممكن الدوري العام يخلص قبل بطوله افريقيا، ولا الموضوع هيكون صعب شويه؟ هو طبعا الموضوع صعب مفيش شك، حتى لو ضغطنا شويه على الماتشات هتبقى صعبه يعني، ظروف صعبه بشكل عام. ان شاء الله نجد لها حلول يعني. بس الموقف صعب طبعا، واحنا طبعا مشكله ان عندك تركيز على بطوله كاس الامم الافريقيه طبعا هي الاهم مفيش شك مفيش شك. بس انا ليا راي يعني، ليه ما تشاركش انديه القمه على الاقل معاك في الحوار يعني؟ الحاج عامل حسين رئيس لجنه المسابقات، اشرك هات مسؤول من النادي الاهلي، مسؤول من نادي الزمالك، من نادي بيراميدز، الانديه اللي تحت بتبقى عندها مشكله في الهبوط، المهدده بالهبوط يعني. اقصد ممكن تعمل اجتماع موسع لكل الانديه ويتم الحوار وتحط حلول كلنا نتفق عليها، مفيش مشكله. اسمع الراي الاخر يعني، ايه المشكله؟ المشكله ممكن الراي يجي لك من راي من اتجاه بعيد خالص، واحنا بالعكس نحس كده ان احنا مصلحه واحده وكلنا ورا منتخب مصر، منتخب مصر الاساس، ونقعد نعمل حوار كده ونحط الجداول تنتهي وكل حاجه تنتهي ونحط نظام معين نمشي عليه الفتره الجايه. ما برضه مش هينفع تطلع حد ويقول لك انا اتظلمت ولازم مش عارف الانديه اللي هي بقى لها ماتشات مؤجله او مش مؤجله وتكافؤ الفرص، وقف الفرق على مستوى التنافس على القمه او اللي هي مهدده بالهبوط. طب نقعد يعني، انا رايي الشخصي يبقى في حوار مفتوح، وتجيب حتى لو شايف في صعوبه تجمع 18 نادي، جمع انديه القمه، جمع انديه مهدده بالهبوط، وبحيث يعني كل واحد يدلي برايه ونوصل لحل. طب يا كابتن محمود، راي حضرتك في الانديه بشكل عام المشاركه في بطوله الدوري غير النادي الاهلي، راي حضرتك ايه؟ هل الدوري قوي؟ هل حضرتك شايف بطوله الدوري الموسم ده مختلفه؟ الانديه بتقدم مستويات مختلفه، وفي صراع في القمه وفي صراع في القاع، وده بيزيد من قوه الدوري المصري، ولا حضرتك تقييمك ازاي؟ ما فيش شك الدوري اقوى من المرحله اللي قبل كده. يمكن الاهلي كان بينفرد بالبطوله. يعني كابتن كل موسم دوري بيكون صعب؟ لا، بتكلم عن بعمل مقارنه بين السنه دي والموسم الماضي. انا بتكلم يا كابتن، هل بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الدوري الموسم ده اصعب من الموسم الماضي، ان كل سنه الدوري هيكون اصعب من الموسم اللي قبليه؟ ما اعرفش ظروف ايه بقى، انما كل ما زاد عدد الانديه المنافسه ما فيش شك الدوري بيبقى قوي، ما فيش شك. شايف يا كابتن صراع الهبوط ممكن يكون عامل ازاي؟ صراع الهبوط باقي، بس في انديه الحقيقه مهدده، انديه كنا يعني ما كناش نتخيل انها تخش في الصراع الهبوط. موجود في المركز الاخير انبي بتروجيت، انبي بتروجيت النجوم، دجله يعني جونه فلت النجوم شويه مثلا يمكن بس أو يعني انما هي مفاجاه برضه، بتروجيت يبقى مهدد وانبي كميات كبيره، قد يكون الاهتمام قل عن الفترات الماضيه لعده اسباب يعني دون الخوض فيها يعني. بس لا زال لملك الامكانيات، بس هي دايما الكره كده بتبقى فيها مفاجات يعني الحقيقه. ما فيش شك على فكره تغيير المدربين، انا مش زي اللي مش حاضر في تغيير المدربين، اكيد اثر كتير على مستوى الفرق. مشكله يا كابتن تغيير المدربين ده؟ طبعا الموضوع بيكون صعب قوي يا كابتن. طبعا ثلاث مدربين واحيانا اربعه بتبقى صعبه، واحيانا حتى لو النتائج فيها صعوبه شويه، النتائج مش كويسه، يعني في يعني فكر او بيفكروا ان هم غيروا الجهاز الفني او انا شايف في اوقات بيبقى انك تصبر وانه يستمر الجهاز الفني بتبقى افضل للفريق، مفيش شك. نروح للمنتخب يا كابتن. اتفضل. راي حضرتك في منتخب مصر، والمنتخب مصر عنده لقاءين امام النيجر وامام نيجيريا، واحده تحصيل حاصل في تصفيات افريقيا، وايضا مباراه امام نيجيريا مباراه وديه.
شايف اللقاءين دول ازاي؟ وشايف حضرتك استعدادات لمنتخب مصر لبطولة افريقيا ايضا من خلال اللقاءين دول، شكلهم هيكون عامل ازاي؟ هو لو الجهاز الفني او المدير الفني بتاع المنتخب، يعني رأي الشخصي وانا مسؤول يعني، لا انا اخد الاهم مباراه نيجيريا تبقى مباراه وديه، اه مباراه النيجر مباراه رسميه، بس هي تحصيل حاصل، احنا وصلنا للنهائيات ومش هتاثر علينا في اي شكل، دي اخدها كتجربه. لو عايز في عناصر كده داخله اقدر اجربها في 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 المباراه ديت. مباراه نيجيريا، مباراه في نيجيريا بمستواها وتاريخها هيبقى ده المباراه الاقوى، والعب التيم الاساسي اللي يعني اللي ممكن ابدا احط ملامحه، اللي ممكن يبدا اول مباراه في بطوله افريقيا. طب يا كابتن، هل مش لسه بدري على ان انا ابدا احط الملامح، ولا انا عندي اوريدي عناصر موجوده وعناصر انا هعتمد عليها في البطوله الافريقيه اللي جايه، بس انا بس هاخد على سبيل التجربه او هاخد علشان ما حدش يقول لي انت ما جربتش؟ هل ممكن يكون ده اللي حاضر في ذهن مستر اكاري؟ لا، هيبقى بقى بتاع حوالي شهرين، ممكن يكون 80 يوم بس. لازم كل اعداد يبدا اعداد قوي من دلوقتي، وكل ما كان يعني احتكاك قوي يبقى انت فرصه كويسه تستفيد منه، فطبيعي هستفيد مش المجموعه الجديده اللي انا بجربها، لا انا استفيد بيه في احتكاك قوي زي ما انت قلت كده، ان شكل بقى الفريق الاساسي اللي ممكن هو اللي ابدا بيه بطوله كاس الامم. طيب هسألك سؤال تاني يا كابتن فني، هل ممكن دلوقتي مدير فني يكون حاطط في ذهنه او في دماغه مين ال 11 لاعب اللي انا هعتمد عليهم على طول؟ طيب هل اللعيبه اللي موجودين دول هل ممكن يا كابتن يعني يجرب علشان يقول ان انا جربت واديت فرصه لكل الناس، ولا ممكن من خلال التجارب يظهر لاعب او اثنين يخشوا في التشكيل الاساسي؟ هو طبيعي يعني، هو واخد تصور او واخد قرار باللعيبه الاساسيين 11 اللي هيبداوا الماتشات، ده مستبعد لان في عوامل كتير قوي، وفي نفس الوقت هل هو بادئ من الصفر؟ لا طبعا، يعني مش حاطط اي مركز، عنده قائم بنسبه 70%، 70 50 60 اي نسبه. انا بكابتن 70، انا في بعض المراكز حضرتك لا يمكن نختلف عليها، يعني وجود تريزيجيه، وجود محمد صلاح، وجود محمد النني، وجود طارق حامد، احمد حجازي، علي جبر، الشناوي، يعني في مراكز يا كابتن كده ممكن صعب ان هو يغير فيها. ماشي صح، هو بيحط تصور تمام، وبيبقى تركيزه على المراكز اللي هو مش واخد فيها قرار، دي اللي هيبقى فيها تنافس، انما هو اكيد في تصور، في خمس مراكز ست مراكز، والنهارده بيعمل مباراه تجريبيه بيجرب من خلال المباريات الوديه او الرسميه زي مباراه النيجر، او بيحكم برضه على اللي بيقيم اللعيب من خلال التدريبات، هتبقى يدخل بقى. النهارده انا عندي خمس مراكز، ممكن يبقوا سبعه بعد اسبوعين ثلاثه، بيبقوا تسعه قبل البطوله باسبوعين ثلاثه، خلاص يبقى حاطط التصور النهائي. ده التدرج اللي بيبقى ماشي فيه المدرب. طب سؤال صعب يا كابتن محمود، يعني انت تمام كده؟ طبعا تمام. طيب هل يا كابتن حضرتك شايف، ده سؤال صعب زي ما بقول لحضرتك، هل ممكن تتوقع مين من الوجوه الجديده اللي يكون ليه شأن مع المنتخب الفتره اللي جايه، ولا برضه ما نقدرش نحكم دلوقتي غير بعد ما نشوف في اللقاءات اللي جايه، سواء نيجر او نيجيريا او المعسكرات او اللقاءات الوديه اللي هتكون قبل الامم الافريقيه، ولا ممكن في كده لعيب او اثنين ممكن الكابتن محمود يقول عليهم وفعلا هم دول اللي يلفتوا الانظار خلال الفتره اللي جايه؟ انت عندك عدد لا باس به بره، عدد كبير من المحترفين دول ممكن بيمثلوا الجانب الاهم في المنتخب يعني. طب يا كابتن اللجوء الجديده، هل ممكن نشوف حد من لعيب الاهلي اللي موجودين دلوقتي، الشباب اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري، هل بعد ضم اكتر من لاعب زي عمار حمدي وخلافه، هل ممكن نشوف دول ليهم وجود مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه؟ هو محمد هاني منضم للمنتخب، اعتقد ده ممكن يكون له دور الفتره الجايه الحقيقه، بيأدي بشكل كويس تمام، والمؤشر بتاعه في تصاعد يعني. وكريم نيدفيد برضه ما فيش شك ان هو برضه هيبقى ليه دور ان شاء الله. يعني دول الاقرب اللي انا شايفه عناصر جديده. الزمالك برضه في اوباما بيأدي بشكل كويس. يعني انا شايف دول يمكن يعني محمد هاني وكريم نيدفيد دول ممكن يكون ليهم شأن مع المنتخب في خلال الفتره اللي جايه بشكل اساسي. طب حسين الشحاته كابتن، رأي حضرتك هيبقى ليه دور؟ هيبقى ليه دور وممكن يكون اساسي كمان. انا شايف متفائل، هو مستواه كويس طبعا كل العوامل اللي هي كانت اخرت في عدم ظهوره بمستواه الحقيقي بتتلاشى دلوقتي. صح، انا اتفق مع حضرتك، والنهارده الحمد لله كان جوه بشكل كويس وادى بشكل واخد ثقه، دي برضه نقطه مهمه. انا عايز يا كابتن اوضح نقطه بس للناس، بالنسبه لحسين الشحات ان هو لعب 10 دقائق وان هو لعب واحرز هدف،
وجوده في العشر دقايق دول ممكن يكون بالنسبه للمدير الفني احسن من مباراه بالكامل. طبعا ان انا كمدير فني عارف ان انا اوظف كل لاعب وعارف ان انا امتى هستعين باللاعب ده في الفتره الفلانيه، ومن خلال الفتره او المشاركه دي يا كابتن بيتم تقييمه. يعني الناس فاكره ان هو مش هيتم تقييمه في الفتره دي، لا هيتم تقييمه كويس جدا. جاله كام كوره، لعب كام كوره صح، وقف كام موقف صح، وقف كام موقف غلط، كل الكلام ده يا كابتن بيحصل مظبوط. انا حاسس انه هيبقى اساسي. هو بقى الفرق بين مدرب واخر، هو يعني لازم يكون مدرب عنده احساس. يعني حتى انا ممكن اقول لك احساسي كذا، هتقول طب ايه السبب؟ ممكن انا ما اقدرش اوصف او احدد لك النقط الاسباب 1 2 3 4 ممكن. مش شرط ان انا يعني، انت ممكن تروح انت قايل لي سؤال تاني قلت لك لا انا عندي احساس ان حسين الشحات هيكون موجود، هو يبقى اساسي. طب انت بتقول بناء على ايه؟ ده احساس. أنا احساس فني يا كابتن. احساس بقى نتيجه بقى خبرات في اللعب في التدريب طبعا. بس يعني طبعا. عارف اثبتها لك بشكل بلدي. عارف الراجل الفكهاني ده اللي هو بيخبط على البطيخه يقول لك دي حلوه او اي من خبرته يا كابتن، من خبرته. طب اقول له تعرفتها ازاي؟ مش عارف يجاوب. عارف يجاوب؟ لا طبعا مش عارف يجاوب، هو بالخبره بالاحساس. فانا احساسي اتمنى يعني ان حسين الشحات يكون موجود في منتخب مصر الفتره اللي جايه. واساسي. طيب ده كان راي الكابتن محمود صالح في الوجوه الجديده اللي ممكن يكون ليها شان مع المنتخب الوطني خلال الفتره القادمه. تعالوا نروح وتقرير مع الجمهور ونشوف رايهم ايه ونرجع نكمل باقي الحوار. لعيب جامد جدا، لعيب كويس قوي قوي يعني، وهيبقى اضافه واكيد واكيد هيحترف الولد ده، لانه كان فعلا بيعرف ازاي يقف، بيعرف ازاي يتحرك في الملعب. دي حاجات مهمه جدا في اللاعب، مش بس اللاعب ان هو يبقى قوي وحريف، تحركاته في الملعب. انت مهما كنت لعيب جامد جدا وفتنس عالي وحريف جامد، لكن ممكن تتمسك خلاص، اتشليت. تحركاتك في الملعب ازاي، تبقى ذكي في الملعب. والله ان شاء الله لو صلاح محسن كويس هيتعلق جامد جدا، ودي فرصته انه يثبت نفسه. وفي واحد تاني في الاسماعيلي محمد عبد الرحمن، عبد الرحمن مجدي ده برضه مش الشباب الكويس. وان شاء الله باذن الله تعالى احنا عندنا مجموعه في المنتخب المره دي صغار السن، ده مستقبل للمنتخب، ودول اللي هيبقوا الذخيره بعد كده. عبد الرحمن مجدي الاسماعيلي، وفي صلاح محسن طبعا النادي الاهلي، في محمد هاني طبعا مكسر الدنيا طبعا باك رايت. يعني مستقبله مش وحش، بس هو يركز اهم حاجه. وصالح جمعه برضه لو يركز برضه مش وحش، بس اهم حاجه يركز في الكوره نفسها. والله انا شايف ان محمد هاني بسم الله ما شاء الله عليه، يعني في تقدم مستمر والحقيقه بيزداد ازدهار كل مدى كده، واتمنى ان هو يكون من ضمن المنتخب القومي بتاعنا ويظهر بنفس الصوره اللي ظهر فيها في الماتشات الاخيره مع النادي الاهلي. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ويوفق المنتخب المصري طبعا، ونتمنى المنتخب المصري الفوز باذن الله تعالى. في محمد هاني بسم الله ما شاء الله عليه يعني، وباهر محمدي برضه كويس جدا، عبد الرحمن مجدي بتاع اسماعيلي، في كذا، وصلاح محسن بتاع الاهلي راس حرب. يعني في يعني انت لو بصيت كمان يعني هو اجيري برضك يعني نزل بالاعمار، بس احنا برضك كنا عايزين منه يعني خدمه اثنين ثلاثه يشيلوا الفرقه كبار يعني خبرات. اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح وهنسيب بقى النادي الاهلي وهنسيب منتخب مصر ونروح لدوري ابطال اوروبا، ونشوف راي الكابتن محمود صالح في القرعه القويه جدا اللي هتقام ان شاء الله يوم 9 و10 ابريل القادم. كابتن محمود، قرعه قويه يعني، يوفنتوس بيتالق امام اتلتيكو مدريد وبيعود بالريمونتادا باقدام رونالدو او براس رونالدو، 3 اهداف مقابل لا شيء. وبالتالي القرعه اياكس يوفنتوس توتنهام مانشستر سيتي، والكسبان من المباراه الاولى هيلاعب الكسبان من المباراه الثانيه، ليفربول وبورتو وبرشلونه ومانشستر يونايتد.
كابتن محمود، يعني عايز اعرف راي حضرتك في القرعه وفي شكل البطوله وتوقعاتك ايه بقى؟ البطوله دي كمستوى ما تقلش عن كاس العالم؟ اقوى ممكن، لان فعلا فيها اقوى لعيبه في العالم. بالظبط بالظبط. طب كابتن انت بتشجع مين يا كابتن؟ ريال مدريد صح؟ لا لا خالص بجد؟ لا انا بحب برشلونه. كل الجيل بتاع حضرتك بيشجع ريال مدريد؟ كل الجيل؟ معرفش. لا انا بحب والله اصل خد بالك ارتباطنا بالانديه دي ممكن يكون ارتباط بلاعب، انا بحب ميسي فبشجع برشلونه. طب مين يا كابتن اللاعب اللي كنت بتحبه وحضرتك بتلعب؟ يعني عالميا. عالميا؟ اه ما كانش ميول يعني في اتجاه واحد يعني بحبهم كلهم يعني. طب مين يا كابتن مثلا، هل في حد كابتن محمود كان بيحبه يتفرج عليه يشوف ان هو يعني طريقه لعبه قريبه ليه شويه؟ كان في سيرد باك رقم 4 في المانيا اسمه كارل هاينز، مش فاكر بالاسم بس كان لعيب كويس قوي. بس انا شفت طبعا كابتن، بص عندك كام سنه انا بتكلم زمان. طب فتره الثمانينات يا كابتن او فتره التسعينات ممكن مين من اللعيبه اللي كابتن محمود صالح برضه كان بيشوفها او كان بيحبها على صعيد مركزه؟ لا ما مركزي، ما انا قلت لك هو في كارل، مش كارل هاينز رومنيجا. لا مش لا في لا كارل حاجه هاينز حاجه تاني كده. للاسف انا مش متذكر اسمه. طيب دلوقتي كان لهم اربعه في منتخب المانيا، كان سيرد باك. طيب القرعه كابتن شايف اياكس ويوفنتوس مين الاقرب للفوز؟ يوفنتوس. طب يا كابتن اياكس طلع ريال مدريد، كسب ريال مدريد اربعه. وحد بص مفيش شك ان رينالدو عمل قيمه لكل المجموعه اللي في الملعب دي، وانا كنت في اشد يعني مستعجب جدا ازاي وافقوا انه يرحل. لعيب بيجيب لك 50 جون في السنه في الموسم. اصلا انا حاسس، تعرف اللي بيخليني حاسس، تعرف يا كابتن ان هو ممكن يتوقف، يعني هو عمل حركه بعد نهايه المباراه الاخيره فممكن تؤدي الى وقفه. لكن طبعا ده اتلتيكو مدريد اللي بيشتكي رونالدو، وبالتالي لسه مش عارفين الاتحاد الاوروبي هيوقف رونالدو ولا لا. لكن حضرتك شايف لو ما لعبش بس ممكن تاثر معاه سيميوني برضه عملها وجابوا الصوره بتاعته. بس يا كابتن بقى يعني يعني هي الفكره بس ان حضرتك ايه، هيقولوا اشمعنى ده ما توقفش واشمعنى ده توقف، فممكن يكون في لبسه في الحته دي. يعني حضرتك تتوقع فوز يوفنتوس على اياكس؟ طب لو اياكس حقق المفاجاه تبقى مفاجاه تانية على التوالي بعد ريال مدريد؟ انا رايي الشخصي مفاجاه كبيره. وفوزهم على ريال مدريد كان مفاجاه. لا انا اللي عايز اقوله يعني ساعات لك الفرقه ما بتقفش على لعيب واحد، لا ممكن توقف على لعيب واحد. صح انا اتفق معاك. طب ما تشيل ميسي من برشلونه. لا يا كابتن ميسي لما تشيل كسبنا ريال مدريد 5. معلش يعني انا بتكلم كفات. لا مش ظروف المباراه واحد. لا عارف يا كابتن انا بتكلم لا هيوقف كده. طيب الافضل ليوفنتوس لو صعد زي ما حضرتك ما بتقول، هل الافضل ان هو يلعب توتنهام ولا يلعب مانشستر سيتي؟ وراي حضرتك ايه في المباراه دي تحديدا، علشان خاطر الفرقتين هيلعبوا بعض في 10 ايام ثلاث مباريات، اثنين في دوري الابطال واحده في الدوري الانجليزي. مين يفوز يا كابتن، السيتي ولا توتنهام؟ لا السيتي طبعا على الورق. على الورق. طيب مش على الورق بس، طب في الملعب؟ على الورق وفي الملعب. طيب ازاي كابتن؟ انا مش طبعا عشان محمد صلاح انا بشجع ليفربول، وعلى فكره انا كنت بحب ليفربول من يورجن كلوب اللي هو المدير الفني، انا حبيته فبقيت احب ليفربول. بعد كده صلاح انضم فبقى يعني الانحياز ليهم اكبر. احنا جبنا لحضرتك اللاعب اللي حضرتك كنت بتقول عليه. كارل هاينز فورستر. ايوه بالظبط. شفت يا كابتن؟ رقم 4 برضه؟ صح. ده كان وحش. مع ان جسمه عادي مش جسمه ضخم قوي. لا بس وحش في الملعب مش وحش في البنيان القوي، بتكلم على الوحش. طيب يعني عايز اقول لك على حاجه، مثال يا كابتن وحضرتك مش عارف تتفق معايا ولا تختلف معايا، ان لقاءات النوك اوت ستيج او المباريات الاقصائيه ما بيكونش فيها قوي وضعيف. يعني توتنهام ومانشستر سيتي على الورق السيتي يفوز، لكن يا كابتن شفنا ليفربول امام مانشستر سيتي في الجوله الاخيره في النسخه الاخيره، المان سيتي هو بطل الدوري الانجليزي لكن ليفربول فاز عليه في اللقاءين مع ان ورقيا السيتي اقوى. فهل ده فعلا يا كابتن مقياس ان البطولات الاقصائيه الملعب الوضع بيكون مختلف؟ هو مفيش شك المستويات متقاربه جدا، وخد بالك انت بتبقى محظوظ. يعني في حاجه احنا لازم نوضحها، ايه هي؟ يقول لك الفورمه الرياضيه، يعني مستوى اللاعب من الناحيه البدنيه بقى والخططيه انت ممكن تلاقي فيه العناصر المميزه عندك بالصدفه بقى كده بقى بعيد عن الفورمه الرياضيه بتاعتها، تلاقي فيه انخفاض في المستوى ومش ما تكسبش. لعيب مش يعني دي ورده. ما اللاعب مش عمر مش هيبقى مستوى عالي. صح ثابت. صح. طيب مستوى بيقل، فممكن في توقيت المباراه ده تلاقي اثنين ثلاثه مميزين عنك بالصدفه، هم خارج الفورمه الرياضيه دي، تاثر على الاداء وتاثر على النتيجه. أنا بقول يا كابتن إن السيتي وتوتنهام، السيتي لو المباراة راحت على الكرة على الأرض يفوز. مين؟ أنا بقول لو السيتي لعب كرة على الأرض وتوتنهام ما أخدوش في سكة الكرات العالية
سيتي يفوز، توتنهام لو لعب كرات عاليه ولعب بقوه وكرانر توتنهام يفوز ممكن. طيب بس العناصر المميزه اكثر في السيتي، والعناصر اللي هي عدد العناصر اللي هي قادره على التهديف في المان سيتي كتيره، في 6 7 ممكن كلهم يجيبوا جوان. طيب ويهدفوا بورتو وليفربول، شايف مين افضل الموسم الماضي؟ ليفربول كسب بورتو 5-0. احنا محمد صلاح طبعا طبعا. برشلونه واليونايتد احيانا الواحد من تعصبه تقول له مين اللي هيكسب، هو ممكن يكون الجانب الثاني ده هو الافضل فنيا وبتاع وهو المرشح، لا يقول برضه الفرق اللي بيشجعها. طب برشلونه واليونايتد مين يفوز يا كابتن؟ ماتش صعب جدا اليونايتد طبعا مستواه برشلونه. بص يا كابتن، اليونايتد في المجموعه كان مع ليفنتس، خرج من ليفنتس راح لدور ال 16 ضد باريس سان جيرمان، خرج من دور ال 16 لدور الثمانيه مع برشلونه، حظه سيء جدا. مفيش ولا فريق ضعيف وقع ضده في المجموعات ولا حتى في الادوار الاقصائيه. بس باريس سان جيرمان الحقيقه بيلعب المان يونايتد وكان في الاوف دي، لا يعني عناصر مميزه، في عناصر مميزه قوي اللي هم يصنعوا الفارق زي ما بيقولوا يعني. ما كانوش في الفورمه. طب ما تجاوبنيش مين يا كابتن هيفوز، يونايتد ولا برشلونه؟ برشلونه. برشلونه عشان بتحب ميسي ولا مباراه صعبه يعني ما ينفعش يعني برشلونه ممكن يفوز ولا اليونايتد ممكن يعمل مفاجاه؟ يفوز اللي ممكن يعمل فرق هو ميسي، هو ده العنصر يعني. كونتينيو لا، عثمان ديمبلي لو رجع قبل الاصابه، كل دول لعيبه عاديه، ميسي عمل لهم سنه، وكل لعيبه ريال مدريد حلو ميسي عمل لهم سعر ده يا كابتن. لا لعيبه ريال مدريد بنزيما مش عارف ومين 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 طب رايك في عوده دلوقتي عاديين. طب رايك في عوده زيدان لريال مدريد؟ كسبوا النهارده 2-0 يعني عمل الطبيعي، وقف نافاس مكان كورتوا، لعب اسكو وهو جاب الهدف من اسكو هدفين المكسب طبعا الفتره اللي فاتت. وجارث بيل لعب، فرايح لك سريعا كده تقول لي جارث بيل برضه في فترات بس لعب النهارده وجاب هدف هو واسكو، ده رايح حضرتك ايه سريعا كده؟ هو لا العامل النفسي اكيد في صالحه يعني، حتى مبدئيا حتى لو مفيش فرق ملوش اي تاثير من الناحيه الفنيه. هو العامل النفسي، هو علاقته كويسه، هو نجم كبير وليه شعبيه وليه اسم وعلاقته كويسه باللعيبه، اخذ 3 بطولات متتاليه، بطولات دوري الابطال الاوروبي، فالعامل ده هو ملحقش يعمل حاجه فنيه صح، انما ده التاثير النفسي، انما ممكن فنيا زي ما انت قلت كده برضو ان هو يلم الدنيا، لا تبادل لبعض اللاعبين يعني عوده بعض اللاعبين اللي هم كانوا بيشاركوا بشكل اساسي معاه وحطهم في التشكيله الاساسيه. كابتن محمود صالح رئيس لجنه اداره المواهب ونجم النادي الاهلي، شرفتنا ونورتنا يا كابتن، بشكرك على شكرا جزيلا. انا سعيد انت ابننا يعني، ربنا يخليك يا كابتن، شرف كده متالق يعني، ربنا يخليك ان شاء الله. طيب ده كان الفقره الاولى الحواريه مع كابتن محمود صالح، هنروح لتقرير راي الجمهور في قرعه دوري ابطال اوروبا وهنشوف رايهم ايه، وبعديها نرجع علشان تكونوا مع نجم النادي الاهلي الكابتن خالد العواضي في فقره الالعاب الاخرى.